ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. اهلا بيك في كورس الكومبليت، وده كورس معمول عشان يساعدك تتكلم انجليزي من الصفر خطوه بخطوه. ودي الحلقه رقم 2 في ليفل تي بي، الليفل الصفر اللي ما قبل الليفل 1. لو اول مره تشوفنا ما تنساش تشوف الحلقه اللي فاتت وتتابع الحلقات اللي جايه علشان تتعلم انجليزي من الصفر خطوه بخطوه. ويلا بينا نبدا. التايتل او العنوان بتاع اللسون بتاعنا النهارده اسمه Where is my pen؟ Where is my pen؟ يعني فين القلم بتاعي؟ ف in this lesson we're gonna learn to ask about places of things. Places of things اللي هي هنتعلم ازاي نسأل عن اماكن الاشياء. لو في حاجة عايزين نعرف مكانها ازاي نسأل عن ده بالانجلش، هو ده اللي هنتعلمه في اللسن بتاع النهاردة. واول حاجة نبدأ بها كالعادة هي الفوكابولاري او الكلمات. هسيب لك وقت عشان تكرر ورايا زي ما تعودنا في اللسن اللي فات. teacher teacher teacher، ودي معناها مدرس او معلم. student student student، ودي معناها طالب او تلميذ. chair chair chair، يعني كرسي. board board board، ودي معناها سبورة. pen pen pen، وده معناها قلم، قلم جاف pen. والقلم الرصاص اسمه pencil pencil pencil. window window window، ودي معناها شباك اسمه window. door door door، وده الباب door. notebook notebook notebook، وده الكشكول اللي بتكتب فيه، ممكن برضو يبقى اسمه copy book copy book. purse purse purse، ودي الحقيبة او الشنطة اللي بتشيلها البنت، اللي هي الشنطة الصغيرة اللي هي بتقال عليها احيانا book. charger charger charger، وده الشاحن اللي بتشحن بيه الموبايل بتاعك او اللابتوب. bag bag bag، ودي شنطة حقيبة. paper paper paper، ودي معناها ورقة، الورقة اللي انت بتكتب فيها او بتعمل فيها اي حاجة اسمها paper. phone phone phone، وده معناه التليفون او الهاتف اللي انت بتستخدمه. backpack backpack backpack، ودي حقيبة الظهر، الشنطة اللي بتلبسها على ظهرك وانت رايح المدرسة، او لو في ناس بتحب تستخدم الشنط دي تشيل فيها اللابتوب بتاعها، فدي اسمها backpack backpack. box box box، ده معناه صندوق. table table table، دي الترابيزة اسمها table. book book book، ده الكتاب اسمه book. خلي بالك في حاجة اسمها book وفي حاجة اسمها notebook، ما تلخبطش بينهم. wallet wallet wallet، ودي معناها محفظة. هنبدأ بقى ندخل على الأماكن الـ positions أو الـ prepositions، الحروف اللي بنستخدمها علشان نقول إن في حاجة في مكان معين من حاجة تانية. وأول حاجة معانا هي in in in، فممكن مثلا أقول the phone is in the bag the phone is in the bag، يعني التليفون جوه الحقيبة. the phone is in the purse، لو البنت معها بوك وحط التليفون بتاعها جوه البوك بتاعها هتقول the phone is in the purse، يعني التليفون موجود جوه البيرس بتاعها. on on on، يعني حاجة على حاجة. ممكن أقول مثلا the book is on the desk the book is on the table the book is on the table، يعني الكتاب موجود فوق
الترابيزة. between يعني حاجة بين حاجتين. فممكن أقول مثلا the keyboard is between the phone and the iPad. The keyboard اللي هي الكيبورد بتاعت ال PC أو الكمبيوتر is between the phone and the iPad. يعني موجودة بين الفون والآيباد. next to خلي بالك أنا عندي كلمة next آخرها T وto أولها T، فأنا بخلي التو تيز الاتنين دول أكنهم T واحدة، فأقول next to معناها إن في حاجة جنب حاجة. ممكن أقول مثلا the phone is next to the book. The phone is next to the book. يعني التليفون جنب الكتاب. Pencil case. خلي بالك في حاجة اسمها pencil وفي حاجة اسمها pencil case. Pencil case اللي هي المقلمة اللي بتشيل فيها الأقلام بتاعتك اسمها pencil case. Chalk. وده معناه طباشير. عارف الطباشير اللي بتستخدمه وتكتب على البورد زمان؟ طبعا ما بقاش في حد دلوقتي بيستخدم طباشير، بقوا بيستخدموا الماركرز اللي هي الاقلام اللي بيكتبيها على الوايت بورد. Eraser لما بتكتب حاجه بالبنسل وعايز تمسحها بتمسحها بالإريسر اللي هي الاستيكه او المحايه الممحاه. Pencil sharpener ودي معناها البراية اللي بتستخدمها علشان تبري البنسل او القلم الرصاص بتاعك. Ruler ودي معناها مسطرة. Ruler. Locker ده اللي احنا بنقول عليه لوكر، اللي هو بنشيل فيه الحاجات بتاعتنا، اللي هو بتبقى الدرفة اللي بنحط فيها المتعلقات الشخصية بتاعتنا في الشغل مثلا، اللي هي بنحط فيها الشنطة بتاعتنا والفلوس والحاجات دي اسمها locker. في نوع من البوردز كده بنحط عليه الصور او بنحط عليه حاجات تذكارية او بنحط عليه الملاحظات بتاعتنا، وده اسمه bulletin board. فأنا عندي مثلا هنا بوليتن بورد اللي هي اللي ورا دي اللي أنا حاطط عليها الصور والنوتس بتاعتي اسمها بوليتن بورد. Thumbtacks. خلي بالك هي الكلمة دي فيها بي، بس البي لما بتيجي قبلها ام مش بتتنطق البي، فتقول ثم لكن مش ثمب، لا ثم. Thumbtacks. Thumbtacks معناها الدبابيس اللي بتعلق بيها الحاجات على البوليتن بورد، الدبوس اللي الإبرة ده اللي بتعلق بيه الصور مثلا أو الحاجات التذكارية على البوليتن بورد. فأنا هنا مستخدم Thumbtacks كتيرة علشان أعلق الصور على البوليتن بورد بتاعتي. Glue اللي هو الصباع الصمغ أو الصباع اللي بتلزق بيه الورق، اللي هو الصمغ اسمه glue. Brush معناها فرشة. ممكن تكون الفرشة اللي بتسرح بيها شعرك وممكن تكون الفرشة اللي بترسم بيها، الاثنين اسمهم brush. Listen وده اوردر بطلب منك انك انت تسمع حاجة، يعني بأمرك او بقولك اعمل حاجة معينة اسمع. Listen. Read ودي معناها اقرأ، بطلب منك انك انت تقرأ حاجة معينة. Read. Write. لا مش كل. Write معناها اكتب. Write. معلش انا اللي غلط. Write كده. Write يعني اكتب، بطلب منك انك انت تكتب حاجة. Walk. خلي بالك ال silent مش بتتنطق، فبقول walk ما بقولش و، لا بقول وا، ال W مع ال A بقول وا، فقول walk.
لو عايز تجاوب او عايز تقول حاجة من غير ما تقول مرة واحدة كده وترفع ايدك الاول فاسمها raise hand. raise hand. raise hand معناها ارفع ايدك او حد بيرفع ايده. raise hand. draw. ودي معناها يرسم، انك ترسم حاجة او بنطلب منك انك انت ارسم حاجة او شخص بيرسم حاجة. tie. الكلمة دي ممكن يبقى معناها الكرفتة اللي هي رباطة العنق اللي بتلبس في البدل، وممكن tie تبقى verb معناها انك تربط حاجة معينة. tie. tear. وخلي بالك ان كلمة tear دي ممكن يبقى ليها اتنين معنى او معنيين. اول حاجة tear معناها دمعة، الدمعة اللي بتنزل من عينك، او tear معناها انك انت تقطع حاجة، تجيب ورقة وتقطعها. tear. enter. ودي معناها ادخل. لما عايز اقول لك تعالى اقول لك enter، ادخل. enter. لو عايز اقول لك امشي بقى العكس بتاعها leave. دي معناها امشي او معناها يغادر او حد بيمشي. leave. اخر كلمة معناها وهي كلمة type. وخلي بالك في فرق بين write انك تكتب حاجة بالقلم، او type انك انت تكتب على الكيبورد او على الكيبورد بتاعت الفون بتاعك، فدي اسمها type.